أدان وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة سعادة النائب علي أحمد زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب المشارك ضمن الاجتماعات التحضيرية لأعمال الدورة 26 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي والمنعقدة في العاصمة الأردنية عمان العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بجيج وهجرة خريص في المملكة العربية السعودية الشقيقة. جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية حيث واصل وفد الشعب البرلمانية مشاركته في دراسة اقتراحات تعديل النظام الداخلي للاتحاد البرلماني العربي. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من عمان سعادة النائب علي أحمد زايد رئيس وفد الشعب البرلمانية المشارك في الاجتماع. بعد التحية سعادة النائب، هل بالإمكان تسليط الضوء أكثر على موقف الشعب البرلمانية من هذا العمل الإرهابي؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم حقيقة على إتاحة الفرصة وتسليط الضوء على مشاركة وفد الشعب البرلماني في مملكة البحرين في أعمال الاتحاد البرلماني العربي. طبعا شاركنا اليوم شارك وفد الشعب البرلماني في اجتماع تحضيرية لأعمال الدورة 26 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي. في مستهل اللقاء حقيقة يعني وفد الشعب أدنى العمل الإرهابي الذي استهدف شركة أرامكو بالشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، وبينا على أن هذا الأمر يزعزع أمن واستقرار المنطقة بل أنه يهدد السلم الدولي. طبعا موقف السلطة التشريعية في البحرين المتمثلة في مجلس النواب هو داعم ومساند للمملكة العربية السعودية لاتخاذ حقها في الرد على هذا العمل الإرهابي الجبان. بعد ذلك وصلت الشعب البرلماني اقتراحات تعديل النظام الداخلي للاتحاد البرلماني العربي. نعم. وبما يتوافق مع ميثاق الاتحاد تم عرضنا تجربة مملكة البحرين وما تم إنجازه من تشريعات وقوانين في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك، وحقيقة حصلنا على إشارات كبيرة من الدول المشاركة الأعضاء بما توصلت له البحرين من تشريعات متطورة وقوانين مكنتها من أن تصبح دولة المؤسسات والقانون، خاصة في قوانين الأرهاب والمرأة والطفل. ووضعنا قوانين استرشادية وراح نناقش إن شاء الله بإذن الله في الاجتماعات القادمة قوانين استرشادية في هذا الموضوع. نعم. قوانين الأرهاب والمرأة والطفل، وتم حقيقة الأخذ بالكثير من التشريعات اللي طرحناها واللي تم تطبيقها أصلا في مملكة البحرين، وهذا حقيقة يعد إنجاز يحسب للبحرين بما أن تشريعات مملكة البحرين متقدمة ومتطورة وتم الأخذ فيها في القوانين الاسترشادية. نعم. طبعا المشاركة في هذه اللجنة المصغرة في اللجنة التنفيذية تأتي ضمن سياسة البحرين وتفعيل الدبلوماسية الخارجية البرلمانية، وما زلنا في طور مناقشات ووضع التشريعات المناسبة وفق سياسة كل دولة. نعم، من عمان سعادة النائب علي أحمد زايد رئيس وفد الشعب البرلمانية المشارك في الاجتماع، شكرا جزيلا لك.